بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعم نواله وعظم سلطان ربنا حببنا في الحق واجعلنا نسير على الحق وندافع عن الحق يا حق يا كريم يا عظيم يا غالب يا كافي يا منجي أهلك أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ربي خاطب في نبينا عليه الصلاة والسلام، وبالتالي مش ناخذ كلام ربنا وفي صالحنا أن نفهمه ونطبقه. أما هما لا يفهمون اليوم، لا لعنات الله الكثيرين ما يفهموهاش، حتى يسمعوها في الشارع ولا في مناسباتك التعاز وكذا. ألا لعنات الله الظالمين قيلت من طرف رب العالمين وهم لا يعلمون أنهم المقصودون. فانظر كيف كان عاقبة، أي لا فان دو ليفوليسيون تيريستر دو سي جون، باسكو سون سولون دون ان اوتر ايتا durant la vie ismique et dans les pieds des états au sein de l'enfer. Fangor kaiva kana akibat al mufsidin. Donc vous êtes des mufsidon, des gens de mal, de désordre, de chaos. Donc vous allez être des vrais, pas clochards, pire que les clochards, et vous serez les perdants dans l'ici-bas. Et lors de la vie ismique et dans l'au-delà, vous ne sortez pas des conséquences de ce que vous avez fait de déboire durant votre vie terrestre dans l'ici-bas. Wassalamu ala ahl huda wa ahl taqwa.